مو صار. التفجيرات اللي طالت منطقة القاع والجدل اللي تلاها كانت المحطة الأبرز على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، وهاشتاغ القاع كان الأكثر تداولاً، وأجت التعليقات من السياسيين والفنانين والإعلاميين مثل سالم زهران اللي اعتبر أنه الأوامر إجت من الرقة، وصار كل طرف يحمل المسؤولية للطرف الآخر. فالبعض وجه رسالة قاسية لمخططي التفجيرات، والبعض الآخر اعتبر أنه الجيش اللبناني هو المخول الوحيد حماية لبنان، وغيرهم طالب حزب الله ينسحب من سوريا ويحمي الداخل اللبناني من داعش، ومغرد تاني اعتبر انه المقاومة ما بتفرق بحماية منطقة عن منطقة تانية. خبر اعتزال نجم الفوتبول العالمي ليونيل ميسي اللاعب الدولي مع منتخب بلاده الأرجنتين كان الترند على السوشيال ميديا عالميا. أول ما انتشر الخبر وبأقل من ساعة كان شارك بهاشتاغ ميسي أكثر من 3 مليون تويتس، ونقل حساب منتخب الأرجنتين على تويتر عن ميسي قوله أنه الوقت مش مناسب للتحليل، وأجا القرار بغرفة تبديل ملابس اللاعبين. وتم تداول صور بفرجوا ميسي هو وعم يبكي بعد خسارة بطولة كوبا أمريكا، وصورة أخرى بالأسود وأبيض وأرفقوها بالجملة اللي قالها ميسي وهي أنه المنتخب مش له بعد اليوم. وتباينت الأراء بين المؤيدين فقالوا أنه قراره دليل عزم مش دليل انسحاب وضعف، وصار البعض يقارن ميسي برونالدو وبيلي ومارادونا. أما بالأرجنتين فانطلقت حملة على تويتر طالبت فيها ميسي بالتراجع عن قرار الاعتزال، على أمل يستجيب ميسي لهذا الطلب. وبخبر بدل أنه في أشخاص قادرين يتخطوا كل الحدود، حاول مجرم بإحدى الولايات المتحدة الأمريكية سرقة سلاح شرطي كان متواجد معه بالغرفة أثناء استجوابه، والفيديو اللي شاهدوه مئات الألاف بيّن كيف جرب المجرم يستولي على سلاح الشرطي بس كان عم بفكله إيديه تمهيداً لاستجوابه. بس زملاء الشرطة اللي كانوا متواجدين بالغرفة كانت ردة فعلهم سريعة ومنعوا المجرم ووجهوا له ضربات كهرباء. هدول كانوا أخبارنا لليوم، على أمل ترندز بكرة يحملوا أخبار حلوة.